العلي بن أبي طالب قلع باب خيبر لا غير صحيح هذا. يقول علي فنظرت إلى باب الحصن، شوفوا من قوته، فخلعته بيدي حتى يقول الصحابة والله إنا وقفنا سبعة رجال نبغى نشيلها ما قدرنا. فعلي شال الباب وجلس يضعه له كدرع من شدة قوته، وهذا ثابت. هذا البطل الهمام علي رضي الله عنه وأرضاه ففعل. فالتفت إلى باب من أبواب الحصن قالوا فانتزعه علي وجعل يحمل هذا الباب ويضعه بجانبه ويقاتل بيمينه. يقول بعض الصحابة كنت آتي أنا وعشرة من أصحابي لا نستطيع أن نحمل هذا الباب، لا نستطيع أن نحمل هذا الباب، وخلعه علي بيديه لوحده رضي الله عنه. يقول أبو رافع فما راعنا إلا وباب الحصن بيده، باب حصن خيبر بيد الإمام.